وصدقة الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين لا مغيرين ولا مبدلين مقرين غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأوصل اللهم ثواب ما قرأناه وأجر وبركات ما تلوناه من كتابك العزيز المنزال على لسان نبيك المرسل هدية واصلة وتحفة شاملة ورحمة نازلة إلى روح وضريح سيدنا ونبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وإلى روح وضريح سيدنا ومولانا علي المرتضى وروح وضريح مولاتنا فاطمة الزهراء وإلى روح وضريح الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وإلى أرواح وضرائح الأئمة النجباء صلوات الله عليهم أجمعين وإلى أرواح وضرائح الأنبياء والأوصياء والصالحين والشهداء وإلى روح وضريح الشهيد محمود أبو تركي والشهيد الحاج علي الخضير والشهيد الحاج عيسى عبد الحسن والشهيد علي المؤمن وشهداء البحرين جميعا اللهم اجعل في قبرهم الضياء والنور والفسحة والسرور والكرامة والحبور والمسك والكافور والولدان والحور انقلهم اللهم من ضيق القبور إلى سعة الدور والقصور في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تجعل القرآن العظيم بيننا وبينهم ماحلا ولا الصراط المستقيم بيننا وبينهم زالا
اللهم لنا ولهم جارا بعد الجيران، وخدنا بعد الأخدان، وحبيبا بعد الأحباء، ومؤنسا بعد المؤنسين. ما آتاك اللهم به من عمل صالح فتقبله منهم وضاعفه لهم، وما أتوك اللهم به من عمل سيء فتجاوز اللهم عنهم واغفر لهم. جازفهم اللهم في الحساب مجازفا، ولا تناقشهم مناقشا، خفف اللهم لنا ولهم ثقل الثرى، ولا تنسانا وإياهم من رحمتك إذا طال المدى وانقطع من وصلنا حبل الرجاء. إننا إليك يا رباه راغبون وبك واثقون، وللخيرات مما عندك طالبون. فإذا رفعنا اللهم أيدينا وأبصارنا لجلال وجهك الكريم، فلا تردنا خائبين ولو كنا مذنبين، بل نحن يا رباه مذنبون. ارزقنا سعادة الدنيا والدين، وحرم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا والمؤمنين والمؤمنات على النار، وأدخلنا الجنة آمين لا خزايا ولا نادمين. واسقنا اللهم شربة روية من حوض محمد النبي الأمين، من كف سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. واجعلنا اللهم من أهل دار دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والفاتحة لأرواح الشهداء والمؤمنين والمؤمنات، تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.